أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف سارة الهادي، اختصاصية المختبرات الطبية، عشان ما تتحدث لنا عن إضراب المعلن منذ 8 من هذا الشهر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا سارة، يعني ما الدوافع وراء إضرابكم؟ والله طبعا إحنا كلينا مركزة الشعاب الطبية في العيد شمال كردفان، الموضوع كمركزية واتحادية، كان في مطالب اتحادية ومطالب ولائية، فنحن من طبعا المطالب الولائية بتاعتنا ليه الحمد لله تم الفصل بتاعتنا، كان معامل كإدارة منفصل ذات عن الطب العلاجي، وفي بعض الحاجات كانت تحققت الحمد لله، وفي بعض الحاجات ما تحققت، بس كإضراب عام فنحن رفعنا في مذكرة قبل فترة للسيد الوالي والسيد مدير عام وزارة الصحة هنا، لأنه في مطالب اتحادية ومطالب ولائية تابعة للمركز، ضمن مقترحات إنه المطالب الولائية في جزء منها محقق وفي جزء ما محقق، فنحن كنا على أساس إنه حتى لو الولاية كلها تحقق بما إنه الموضوع أصلا مركزي ومركزية لازم تتحقق المطالب عامة، فمن ضمن المطالب بتاعتنا فيها حكاية 16 مطلب. بما فيها أول حاجة اللي هي تفعيل قرار خص وترفيع الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدم على المستويين الاتحاد والولاية. الحمد لله في بعض الولايات فصلت عشان يعني حنكون ولاية أو نكون إدارة قائمة بذاتنا ماليا فنيا وإداريا، خلاص الحمد لله حاجة تحققت عندنا باسم اللجنة لفترة، والناس شغالة في الموضوع، بس طبعا الولاية الخرطوم وبعد في بعض الولايات ما حصلت. برضو من ضمن المطالبات كنا طالبين بقى إن نعمل تفعيل صلاحيات الإدارة العامة للمعاون اللي قدمها على مستوى الاتحاد والولاية، طبيعة العمل بتاعتنا تكون 75% بدل العدوى لاختصاص المختبرات الطبية، زي ما احنا عارفين ما شاء الله بطل العدوى بتاعتنا المستوى زي ما بقولوا مدين شديد، فبرضه كانت من ضمن الحاجات إدارة المعامل بتاعة الستاك اللي هو معمل الصحة القومي يكون بواسطة اختصاصي واستشاري المختبرات الطبية، يعني زي ما عارفين الحين الناس هو برعاسة هم لسه باثولوجيست وأن الدكاترة، فنحن يعني من ضمن وضعياتنا الناس المختبرات الطبية يدوروا حاجاتهم. برضو من الحاجات هنا الإدارة القومية لخدمات بنوك الدم القومية مستخصصة واستشارية المختبرات الطبية، عندنا برضو المسار اللي نحن المختبرات الطبية والمسمى بتاعنا، يعني نحن في مسمانا اللي هو تغني مختبرات طبية، فنحن اختصاصي عندنا اختصاص أو اختصاص يعني على حسب إن أنت عايز ماجستير أو بكالوريوس أو دكتوراه، فده برضو من ضمن الحاجات إنه مفروض المسمى بتاعنا ذاتنا حملة البكالوريوس. المجلس القومي للأدوية والسموم والصندوق القومي، يعني حالات بيكون فيها في صندوق القومي ثاني الإدارة الطبية فيه ناس استشاري مختبرات طبية أو ما في الحاجة دي برضو، لأنه أصلا أنت بتكون يعني من تكون قاعد في الصندوق القومي بتعرف حياتك اللي بتجي المفروض تأخذها ما بتأخذها، فلما يكون في زول قاعد في المحل أكيد يأكل حاجته. برضو عندنا تحديث وتطبيق قانون المختبرات الطبية، هو فيه لكن على ما أظن أنه ده كان بيتفعل القانون بتاعنا اللي بيضم ناسنا توفير وظائف لناس مختبرات طبية ومؤسسة الدولة، والتي تشتغل كوالد بتعاقدات ضعيفة وغير دائم، يعني في ناس بتعاقدات برواتب ما مجزية، فبرضو كانت من ضمن الحياة لأنها أنا مختبرات في الولاية ما كثيرة، أتلس ممكن تكون 200 في محضرين، والوظائف بسيطة شديد بالنسبة للناس الشغالين، حتى الناس المتعاقدين يعني دي الناس من كلمة الاحترام المفروض يترفعوا إنه يعني إذا جات وظيفهم عندهم الحقية الأولى. برضو بيئة العمل يعني دي من ضمن الحاجات، نحن لو قلنا ذا ثيرد لاين ان الناس تمشي عليه بيئة العمل بتاعتنا في المعامل رديئة شديد، خلاص انا عايزين نصحح العمل سواء كان بمراكزنا العامة الصحية او بالمستشفيات او المستشفيات الصحية، يعني انا من اجل اللاب بتاع الحوادث الميركنسي احس ان انا كل التفاصيل تكون عندي. برضو من عندنا مشكلة استراحات في المعامل، استراحات برضو على مستوى الميز يكون في ميز منفصل، لانه احنا ناس هنا مقررنا راح يجي يمشي الميز ما شاء الله نقول مرمطة ما هينا ويدخلك ويمرق وبرنامج بعد شيء ناس اللي بالمحايلة وده زميلي وده كده أقعد معه وبرنامج زي ده. الحاجة لما تكون كل المؤسسات سواء كان ولائية أو ناس في المراكز. حوافز برضو نحن بناخد الحوافز عندنا، لكن من أتلس 40% الكوادر اللي عاملة المستشفى حسب الإجراءات المالية، يعني بتاخد من التوتل
بتاعك 40%. في برضه ناس من المقدم طبعا، بما انه الحافز او النسبه بتطلع من، اللهم صل عليك يا نبي، النسبه بتطلع طبعا من الشغل بتاع المعمل، يعني على حسب شغلك الشهري بتطلع نسبتك. نعم. فانا اصلا ناس من المقدم بما انه الخدمه فري مجانيه راجعه من الاتحاديه والبرنامج ده، وهم عندهم حوافز او حافز حاجه شنو بسيطه شديد. فدي برضه من ضمن الحاجات، انه يعني احنا الحوافز دي ثابته لاي اختصاص مختبرات شغال، يا يكون عندنا حاجه مجزيه على حسب شنو تضخم الاسعار وتضخم الحياه الزايده دي بالذات انا اتقدم. عندنا برضه من ضمن الحاجات مشاركه اختصاصي استشاري مختبرات طبيه في كل المجالات اللي تصل لمهنه المختبرات الطبيه. اللي تزورك لما يكون في محلك بيفهمك وبيفهم حياتك. برضه عايزين انه يكون عندنا مجلس مهني منفصل، يعني احنا المجلس المهني بتاعنا بضم كل المجال الطبي، تمريض، صحه، حاجه، لا تكون عندك مجلس مهني منفصل تقدر تضبط حياتك وامورك. عايزين برضه من اهم الحاجات التدوير والتطوير المستمر لكوادر المختبرات الطبيه بالداخل والخارج بشكل شفاف وعادل من حيث الطرح وتوزيع فرص التدريب. يمكن يكون اخر ناس طلعوا منح ما شاء الله، يعني انه جاتوا منح انه مثلا يحضروا ماجستير، يحضروا دكتوراه، ناس تفرغ روحها على حسابها على الحياه، حتى الدورات التدريبيه الحاجات دي برضه مفعله بطريقه يعني بروبر. من برضه ضمن حياته دي اكيد يعني كل الناس عايزين انه اذا تصحى بشقيها الاتحاد ولا انها تعمل لنا قانون نظام تفكيك نظام الانغاز البعيد عشان يعمل لنا كنسل لكل الفلول النظام البعيد. فدي الحاجات الأصل يترفعت باسم المذكرة، وهو الناس كل مرة في مماطلة والليلة وبكرة. فالناس لما بيقولوا الإضراب ده حاجة كده يعني اللاين الأخير تمشي عليه، فأنت بتبدأ ترفع مذكرتك حياتك مواضيع لحد ما تصل لأنه أنا هعمل إضراب ده مع عدد الحالات الباري عشان شوف الناس بتمشي لوين. وهو الليلة الإضراب بدأ من يوم 8 مفروض الليلة إن شاء الله ربنا سهل بقى في رد الحمد لله، بقى ما في رد الناس كانت بكره حترفع جدول توزيعي الناس هتعمل شنو لقدام. فنحن بدينا الحمد لله من يوم 8 ورديه ثانيه الاسكاس معلش مشاكل، فالمراكز الصحيه كانت مدرية من الصباح، خطاباتنا وصلت المستشفيات الخاصه والعامه، فرع الدكاتره، التامين الصحي للاب مع عدد الحالات الطارئه، ومستنيين كمان نشوف القصه شنو ان شاء الله. طيب المشاكل اللي انت ذكرتيها كلها دي بتنعكس طبعا على الخدمه اللي انتم بتقدموه للانسان، يعني أكيد أكيد بيقلل من الكفاءة وجودة الخدمة اللي أنت بتقدمه للمواطن. صح صح، يعني لما نجي القلاب ده مكتمل نفسيا كده تكون مرتاح إنك تشتغل شغل ما شاء الله. لكن يعني في النهاية نحن والله يهمنا المواطن طبعا، في النهاية عايزين إنه زورنا ده من يطلع يكون راضي عنه وربنا إن شاء الله يطمن له الشفاء. فأنا لما أكون حياتي كلها يعني جاهزة أموري الحمد لله تمام بنجز يعني وأدي الواجب اللي عليه بأكفى وجه، أنا هيك عليه لكن ما بيكون بالطريقة اللي بتضر لك وتضر الزول الثاني. أنت تجيك زول تعبان وما قاعد توفي حاجة، والناس بتزعل يعني الناس بتزعل تمشي وتتكل وبتمل من الحاجة دي. بس بالنسبة للبنية التحتية والمعدات المطلوبة للعمل أكيد محتاجة برضو شغل. أكيد أنه تجي هذا وتجي والله وسام بتاعتي مثلا فترة العمل بيقضيها، فأكيد ما هو الحال الخل الناس تعمل الحاجة ده كده الحال المزري يعني. والناس زي ما بقوله قدمت حلول وحاولت حاولت بما فيه الكفاية، بس وسط إنه ما في رد لحاجة معينة. فهمت يعني أنا لسه بقعد مثلا أدرس فترة من الزمن مثلا في جهاز حوادث، يكون أصلا الجهاز قاعد لكن شنو الحياة اللي بتشغل المحاليل اللي بتشغل ما متوفرة. أنت ممكن تتوفر أدرس أسهل، لكن مثلا أنا لحد الشهر ده وفيرة، الشهر الجاي ممكن تتوفر. استمرارية الحاجة لما ما تستمر مشكلة، يعني الحاجة لما تقطع أنت عشان تجيبها تاني تتعب. صحيح. اي الحاجه ممكن تجاب يعني تسا انا في 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 اكيد في المستشفى ممكن استفيد منه من الدخل بتاعه، ممكن انا اجيب الرياجن واصل بيه والعمل بيبقى ليله وبكره وبعد بكره ليله وبكره وبعد بكره والحال في حال. يعني احنا الشمال كردفان محلياتنا الوضع ما جميل خالص، يعني احنا بنحمد ربنا. انا يعني لما كنت بنقدم بتاعنا مشينا بنقدمه روابه وبنقدمه الرهد، فقلت الحمد لله انه احنا ما شاء الله في الطب والله. المعارف اللي محتاجه تاهيل 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 دي على 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 مستوى مدينتنا هنا، فما بالك انه الوضع انت كل ما تمشي لكده بيكون اسوء. الموضوع والله محتاج زي ما يقولوا فربنا ان شاء الله يسهله ان شاء الله ويحقق المطالب دايرين ان شاء الله. تسلم تسلم الله يديك العافيه. شكرا لك ساره الهادي اختصاصيه المختبرات الطبيه على مشاركتك معنا في راديو دبنجا من مدينه الأبيض بولايه شمال كردفان.